السؤال القادم سؤال برضو عن تقنيات حديثة، يعني هل كل ما يقال له أنه تقنية حديثة وبالفعل تقنية حديثة ولا بيكون ترويج تجاري؟ والله اللي أنا شايفه في خلال الفترة الأخيرة في آخر 5-6 سنوات إنها كلها ترويج تجاري. زي إيه؟ كل ما يطلعوا لنا بقصة ونوضحها للناس يألفوا لنا قصة جديدة. طب إيه الجديد في الموضوع اللي الناس بتبعته لي في خلال مثلا 3-4 أسابيع اللي فات أو الشهر اللي فات؟ يقول لك والله يا دكتور أنا عايزك تزرع لي الدعامة بطريقة الحشفة المتدلية. انا كلمه بسمعها بحس ان انا بسمع غريبة جدا. حاجه غريبه يعني. انا كده مفيش حاجه كده في التاريخ. انا مستغرب. طب يا استاذي انت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك والله انا هبعت لك فيديو للدكتور فلان وشوف كده بيقول ايه. اشوف الفيديو اقعد اضحك. يعني حاجه فعلا ماساه ان يبقى اروج انا كطبيب لحاجه بطريقه مضحكه. يعني ايه طريقه الحشو؟ سمعت الكلام اللي بيتقال يقول لك ايه، هو الدكتور القليل الخبره لما بيركب دعامه بتبقى الحشفه مش ما توصلش للحشفه للاخر، قال خايف للحشفه، فهي الحشفه بتبقى ساقطه ومتدليه. احنا ابتكرنا طريقه جديده بقى ان نوصل لك الدعامه لحد الحشفه. ابتكرت ايه؟ هو الدعامه ما كانتش تتركب وتوصل لنهايه الجسم الكافي اللي هو اساسا على الاقل بيوصل لنص الحشفه، يبقى انت ما عملتها صح من الاول. مش ابتكار ولا حاجه، ولا انت ضفت العين حاجه، ده الطريقه اللي المفروض تتعمل، ولو ما اتعملتش يبقى كده دي طريقه خاطئه، مش طريقه، مش ابتكار جديد في الطب او حاجه انت بتالفها للناس او بتضيفها للناس ما بيعملهاش غيرك. فبرضه نخلي بالنا من الكلام لان الناس انت بتتوههم بالكلام ده. هو اللي في الطب عموما في اي فرع في الطب عندما يقال ان انا ابتكرت شيء بمنطق بشكل يعني في نوع من الكوميديا انه ممكن اللي يقول ايه انا ابتكرت شيء هو اساسا من اساسيات الاجراء. بالظبط. لما يجي واحد مثلا يقول انا ابتكرت علاج دواء الضغط بمدرات البول، يا سلام، طب معروف ان مدرات البول واحده من علاج دواء الضغط مثلا.